من عدن ينضم إلينا الأستاذ نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بكم. إذا هذه الخطوة أو هذا الإعلان الذي أعلنته الأمم المتحدة مسألة موافقة الميليشيات الحوثية على الانسحاب من هذه الموانئ، هل هذا يعد تطبيق لاتفاق استوكهولم الذي يعني أخذ فترة طويلة جدا للمفاوضات والمشاورات حتى تستجيب الميليشيات؟ في الحقيقة هو لا يحقق إلا جزء يسير من اتفاق استوكهولم. المبعوث الأممي مارتن جريفيث جزء عملية استعادة الدولة المنصوص عليها في الاتفاق في القرار الأممي 22/16، وبدأ بما سماه اتفاق استوكهولم مرحلة أولى في إطار استعادة الدولة فيما يخص اتفاق الحديدة، ثم عاد بعد ذلك ليجزئ اتفاق الحديدة إلى مراحل، ثم قدم لنا المرحلة الأولى على أنها انسحاب من الموانئ تنتهي بخلال أيام. هذا الانسحاب الآن يجزئ المرحلة الأولى ليكون الانسحاب من الصليب ورأس عيسى، وفي هذه العملية نوع من المماطلة ونوع من تقديم كثير من التدليل للميليشيات. لا نعلم إلى أي مدى يريد أن يصل مارتن جريفيث في جميع هذه القضايا، وأعتقد أننا لن نحقق شيء لأننا سنظل نراوح في المربع رقم 0، لأننا تعودنا من الميليشيات أيضا حتى في عملية التنفيذ لهذا الجزء ستبدأ المماطلات بمجرد انتهاء المهلة.